هو مكان لحفظ المتلاشيات من العتاد ومن الكراسي ومن المسائل التي استغنى عنها استغني عنها، وليس مكان للتأديب. هذا هذه الجنان يمكن لي شيء نشك فيها ولا نشك كذلك، كما أنني لا يمكنني أن أشكك في التقرير الذي جاءت به لجان مجلس الضمان لحقوقي. شوف جميلة السؤال الجواب على هذه المنهجية في الاشتغال اللي كيقول سي باشمين كتعتمد فقط على الشهادات وشهادات بعض الأطراف فقط. أولا المنهجية اللي اعتمدها المجلس الوطني كانت اعتمدت المقاربة التشاركية. اللي كنقولوا المقاربة التشاركية هي أننا أشركنا المندوبية أيضا، وكان معنا في كل زيارة تقريبا مسؤول من المندوبية اللي كان كيراقب يواكب معنا عملية الزيارات. ثانيا احنا اعتمدنا على تقنية الزيارة اللي هي أصلا مستقت من آلية الرصد الدولي، وبالتالي آلية الرصد الدولي وإحنا كمؤسسة وطنية دستورية أيضا فريقنا الزائد فريق محترف ومتمرس، ما كنظنش غنكونوا استقينا فقط على مصدر واحد ولا جوج. الطريقه اللي تعاملنا بها هي اننا في اطار الدقه والموضوعيه استمعنا لاكثر